هاني تعب بس هاني عمل مقابله كبيره رائعه بطوله كبيره بطولة هاني كلها. عمل بطوله كلها كبيره الحمد لله. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى في مثل هذه المباريات؟ يعني احنا هاني كانت عليه الحقيقه خلال الفتره ما قبل المباراه او قبل البطوله كان عليه كلام كتير، ان طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا دايما بيحاولوا يعملوا عليه حملات عشان رايحين نلعب في كاس العالم. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى بدري وانتم موجودين وانتم قاعدين في الفندق، خصوصا كان عندكم وقت طويل؟ بص طبعا طبعا انت انا مثلا انا وهاني بنتكلم كتير، على سنة انا دايما اغطي على هاني وهاني دايما يغطي علي لو كانت الكره ناحيه ايمن. انا وهاني كنا بنتكلم كثير، وفي الماتش اللي اتذكر اننا تكلمنا فيه انا وهاني كثير وكنا مركزين فيه كثير هو ماتش تبع بالميراس. بالميراس ايوه علشان تفرقنا عليهم انا وياه، وكنا شايفين ان رقم 10 ينزل برضه نص الملعب، بس رقم 11 دائما يعمل يقطع للجول. دائما هو يقطع بيني وبين هاني. وفي اي ماتشات اللي لعبهم بالميراس في كاس العالم ماتشين دول رقم 11 على طول كان بيعطي. وقبل الماتش كلمت هاني قلت له بص لما تكون كوره الناحيه تبع ياسر ابراهيم وايمن خلي بالك من داري، وانا لما تكون كوره جيتك انا خلي بالي من دارك. ماشي احنا نتكلم زي كده في حاجات صغيره كده بس تفرق على دور المجموعه، فاهم؟ الحمد لله ادينا كويس كل اللعيبه والكل كان لو شاف حاجة كده بيتكلم مع صديقه وصديقه بيتقبل الموضوع، والحمد لله ده اللي رفع من مستوانا في البطولة.